هل الفوضى عندنا في مصر فوضى خاصة مش موجودة في كثير من الدول؟ اه والله يعني مثلا تلاقي كوافيرات شغالين تجميل هاي. في شغل دكاترة التجميل بص يا فندم الكلام، وتلاقي بتوع الجيم شغالين شغل علاج طبيعي، خدت بالك، وفاتحين مكان خاص بالعلاج الطبيعي داخل الجيم، وتلاقي بتوع الطب البديل في ناس شغالين في الحجامة والإبرة الصينية ليس لهم علاقة بالطب لا من قريب ولا من بعيد، فبالتالي ممكن لو مسك مشرط يفتح في مكان غير المكان المسموح به، فبالتالي يودي الى كارثة حقيقية. أعتقد كثيرة جدا أعتقد اي دولة محترمة نعم وبتحترم مواطنيها الكلام ده يكاد يكون مش موجود، ومش مش هدي مثال بدول اوروبيه ولا الكلام ده، دول عربية. الدول العربيه الامارات جنبنا، الدول العربيه والسعوديه واخد بالها والكويت، في حد يقدر يمارس مهنه بدون ترخيص؟ يعني احنا مش اقل منهم، ده احنا اللي علمنا الناس دي كلها، احنا اللي علمناها اطباءنا ومدرسينا يملؤون هذه الدول ويعلمونا. نعم. فازاي احنا نوصل لهذا؟ يعني لازم بقول لك ضبط الشارع الطبي شيء اساسي في ممارسة المهنة. نعم أشكرك.